السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم بتحية الإسلام. أما بعد، تحية نضالية عالية خالصة لجميع الأحرار والحرائر، الشرفاء والشريفات، أصحاب الأيادي النظيفة، وليس بنائب المال العام. تحية نضالية. أما بعد، تعزينا الحارة لجميع يعني المتوفين والمتوفيات من ضحايا الذين توضوا بالسلم السابع والسلم الثامن وتقاعدوا قبل فاتح يناير 2012 ولم ينعموا بحقهم المشروع في الترقي، رغم أنهم كانوا هم الأوائل اللي عندهم الحق في هذه الترقية التي يعني رقت الناس اللي ما عندهمش حق وخلات أصحاب الحق أصحاب الشرعية، وغادي نقولوا لماذا. إذا اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وأسكنهم فسيح جناتك. يعني منذ عيد الأضحى الماضي السنة اللي فاتت كان أول ضحية يعني فارق الحياة يوم عيد الأضحى. نحضر معنا مسكين يعني وخد معنا الوقفة ديالنا وهو جالس على كرسي. الآن تعدينا أكثر من 100 ضحية لحد الآن، متوفي ومتوفية رحمهم الله. إذا رغم أنني يعني متعب شيئا ما، ولكن لابد أن أساهم في فيديو يوميا حتى ننال حقنا المشروع في الترقي إن شاء الله. الترقية كانت المفروض تكون من حق الناس اللي توقفوا الأوائل، لأن هذه المظلومية علاش تبنات أصلا؟ علاش تبنات؟ ما تبناتش على أساس الناس اللي يعني ترقاوا ثلاثة المرات أربعة المرات يعاود يترقى مرة أخرى، رغم أنه ما عندوش شروط ديال الترقي، لا تتوفر فيه شروط الترقي. ما تبناش على أساس أن واحد عنده 6 سنوات ويمر إلى السلم الموالي ويدوز السلم 11. المظلوم هي أساسا تبنات على الظلم والحيف الذي مورس في حق الناس اللي توظفوا الأوائل في الستينات واللي كانوا تيجلسوا مؤقتين وغير مرسمين لمدة 20 سنة، سرقت منهم سنوات عديدة تعد بالعشرات، وكان لهم الفضل في بناء المنظومة التعليمية ككل، الأحزاب والنقابات إلى آخره. سرقت منهم سنوات تبنات على أساس الناس اللي دوزوا باش يدوز من سلم إلى سلم دوز 14 سنة، تبنات على أساس الناس اللي تقاعدوا وترقى مرة واحدة، تبنات على أساس الناس اللي تم ظلم ديالهم أن المادة 112 جاءت من أجلهم، ورغم ذلك تم تجميد ترقياتهم، في حين هذو اللي عطوهم الآن ترقية كانوا هم اللي سرقوا لهم ترقية في 2004 و2005 و2006. إذن هاد الناس اللي هما من 2012 ل2015 كانوا مقصيين، ورغم ذلك دوزتوهم. إذن هذا تتسمى نهب المال العام، نهب ديال المال العام. واحد ما تستحقش الترقية وتتجي وتتوافقوا انتوما والإدارة
ديروا يوم قبل وتدوزوه. ولكن راه درتوها في 2011 من يدوزتو اصحاب الاعدادي 3000 واحد من 1997 دوزتو اصحاب الاعدادي الذي لم يسبق لهم كانوا معلمين. دائما هاد النقابات ما تتميز تتمارس الحيف والتمييز والحقرة وتتميز يعني الفرزية من زمان. كيفاش واحد سبق له ان كان معلم والاخر سبق لم يسبق له ان كان معلم؟ ثم دائما تمارس الحيف والتمييز دائما وابدا. والان الناس اللي كان خاصهم يترقاو واللي كاينين في الجداول الترقي مقيدين، لان التقييد هو الشرط الاساسي من اجل الترقي. الناس مقيدين في جداول الترقي لمده سنه وسنتين وثلاث سنوات واربعه سنوات ومقيد، ويخرج حافي القدمين واحد ترقى اربعه المرات وتجي تعطيه يوم قبل وتعاود تدوزه. ثم اش غتقولوا الله سبحانه وتعالى؟ ومن بعد تقولوا الوزير سنتين ما هضرش معانا، سنتين ما عيطش علينا. وشنو الدور ديالكم نتوما منين الوزير عامين ما عيطش ليكم؟ نتوما راه عندكم جميع الوسائل، كون بغيتو تركعوه ويجي يجلس معاكم يجي يجلس معاكم، عندكم جميع الوسائل باش يجي يجلس. ولا حين اذا هذاك الدعم ديال سنتين، داك الدعم اللي تاخذوه ديال سنتين، يلا اذا يعني بالنسبه للتاطير تيطاطا، بالنسبه للتاطير بالنسبه للتكوين، اذا اجدرتوا في هذه السنتين. اذا تقولوا بان هذه السنتين خرجت سنتين بيضاء، سنتين بيضاء ما تحقق فيها حتى حاجه. وهذاك الدعم اللي خديتو، داك الدعم اللي خديتو في هذه السنتين، شنو هي النتيجه ديالو؟ كان عندكم جميع الوسائل باش ماشي غتجلسوا معاكم الطاوله الحوار، تركعوه كما فعلوا اصحاب التعاقد، اساتذه المفروض عليهم التعاقد، استاذات واساتذه الشرفاء الشريفات الذين فرض عليهم التقاعد بطور الاكاديميه، غادي ياخذوا حقهم لانهم عارفوا كيفاش. ان الاداره لا تؤمن الا بالقوه، الا بقوه الشارع، الا بقوه الشارع. تآمش لك هي بالشعارات الفضفاضة، ولا كاد المعلم أن يكون رسولا، تتعقلش عليه، تعرف الشريعة. أول حاجة تسولو أي واحد نقابات ولا أي تجيك مظلومية، أول حاجة تقول لك لونوم شحال توبة، شحال توبة، شوفوا لاماس، لاماس أولد عمي علاش تيجي. إذا أنت من تقول لي سنتين ما بغاش يجلس، أنت شناهو الدور ديالك اللي ما تجلسوش الأرض؟ ما تجلسوش، عندكم جميع الوسائل باش تجلسوه، باش يجلس ويجي يجلس. علاش في السبعينات وفي الستينات وفي الثمانينات كانت النقابة من تدعو إلى إضراب، كان كل شيء تيجي يجلس إلى طاولة الحوار وتتحل المشاكل. الآن اللي وليتو تقولوا عسنتين ما جلش، ما بغاش يجلس. وهذه من ناحية. اما من ناحيه اخرى ثالثه اللي بغيت نناقشها معكم، هو اي واحد ما تيسمح في حقه راه يقدر يسمح في المكانه ديالو ويسمح في الراديو ديالو. تيقول لك المكانه والراديو ما تيتعطاوش، والترقيه راه ما تتعطاش، سنبقى نناضل على حقنا المشروع، حقنا المسلوب قاهرا، سنسترجعه وغادي نبقاو نناضلوا على جميع الناس اللي تقاعدوا تصاعدوا من 2003 الى متى الى قبل فاتح يناير 2012. ما غنتفكوش معاكم، والمتقاعدون والمتقاعدات من الفيل المتوفون رحمهم الله ودوروا بهم، ولن ننسى ابدا اولئك الضحايا والضحيات الذين ناضلوا الى جنبنا ويعني فارقونا على دار الوقاع. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه واسكنهم فسيح جناتك. وتحيه لضحيه للجميع الاحرار والحرائر فقط بيد الله الخير. المحيط وراءنا ان شاء الله، وسنتحداكم ان شاء الله، ما عندكم تصور اربعه شلابيه.